بعد اختفاء فرق عربية مختلفة من الساحة، اختفت فرقة ميامي. من وراء هذه الاختفاءات؟ ومن هي الجهة المستفيدة من اختفاء هذه الفرق؟ هل هي خطة أمريكية إمبريالية للتحكم على عالم الفن في الوطن العربي؟ أم هي جهة خفية لا تريد للناس الاستمتاع بالموسيقى والرقص؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها هنا الساعة 9 بتوقيت ميامي على برنامج استفزاز ضيف. أنا اليوم سعيد جدا ومستانس بعيد ميلاد بنتي أرنوبة. يا أرنوبة تعالي يمي، تعالي اليوم عيد ميلادك، هي زينك ويا شين أمك. يلا روحي بسرعة يبوهم قطوا الخياش. شوفوا اليوم أبيكم تغنون بعيد ميلاد بنتي، ولا خليها الأرماح تغني على ظهوركم، عرفتوا ولا لا؟ يلا عدو أبيكم جدامي تغنون. يلا تعالي غنوا. يلا يلا ¡Gracias!
أزرق ما سمعت أزرق يلا أيوة أزرق يلا 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 أيوة 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 يا سلام هوي 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 أيوة 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 مثلا وين أيوة 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 وين 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 يا سلام هوي هوي أيوة يلا وين يلا بس خلاص